وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبر أمي أن تطلب المساعدة. أوه شادي، حمدا لله. أوه ظننت أنني لن أرى اليابسة مجددا. انتبه، سوف تصطدم بنا. أوه لا، عجلة القيادة تحطمت، لا أستطيع التحكم، العجلة لن تعمل. شادي، ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا، لا تزال هناك على الشاطئ، كلانا ننجرف في البحر. أوه لا أحتمل هذا مطلقا. هناك حل واحد فقط، سأتصل بالإطفائي سامي. مشكلة في البحر؟ آه، رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج. آه، انتظرا، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي. عجبا، أتساءل إن كان سيقلع بطائرته. أنا وأماني سنأخذ فينوس وننقذ من في البحر. أيمن، خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي. حاضر سامي. أستطيع رؤيتهم، هيا بنا. إنهما أماني وسامي. سأتولى أمر الزورق يا أماني، وأنا سوف أسحب قارب شادي. محسن، ارمي لي حبلا وسأربط الزورق بقارب شادي. حسنا يا سامي، وأنا سأربط قاربك بقاربي. سنكون عند الشاطئ قريبا. أوه، أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة. لا تقلق سيدي، سوف أنزلك بسرعة. ها أنا ذا، سوف أثبتها. سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، أنا بخير، مجرد روتين يومي. أختبره الطائرة الورقية. أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بالتأكيد لا، إنها لي. لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي. انتبه. كدت أدهسهما. أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخروفين. ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول. شمشوم يريد منا أن نتبعه. سأخذ سيارة الإسعاف، ربما تأذيا. عناي يا سامي، تلك شاحنة فتح. أحسنت صنعا يا شمشوم، لقد فعلتها. فتحي، هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا، لا أستطيع الخروج فقط، باب مقعد الراكب عالق. أوه فتحي. حسنا، تراجعوا جميعا إلى الخلف. أماني، مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء. سنضطر لخلع الباب لنحررك يا فتحي. أماني، أحضري أداة الخلع. كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان. نعم، كنت أحاول جمعهما في حظيرتهما بشمشوم. صحيح، أخبرتك أنه ليس كلب راعي. أعلم. هيا فتحي، أعطني يدك.
شكرا سامي. يا للهول، ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل. سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين. الآن أنباء جيدة، السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن. شمشوم أحسن صنعا، إنه بطل. قال سامي شيئا عن خروفين هاربين. سيدي الفؤاد، لقد انتهى. كان فتحي يعالج بالخوف. انظر هناك. نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة. إنها حالة طارئة، حريق مشتعل في كل مكان، لكن لا تخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ. هذا مذهل ومثير. تحرك يا فارس لنقترب أكثر. اسكت، لا أستطيع التحرك. سيحتاجون إلى مساعدة جوية. إنه فهد في مروحيته. أمسكت بك يا فارس. النجدة، النجدة، النجدة. النجدة. انظر سيدي. حالة طارئة، صبيان عالقان على السقف. يبدو انهما في ورطة. ايمن، يجب ان نستخدم سلم جوبيتر. انه ولدي محسن وولدي فارس. حسنا، سنعيدكما الى حيث يجب ان تكونا. سيدتي وسادتي، وها هو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللا بالخزي. ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس. آسف، كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك. أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ. الآن فهمت، السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية. أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير. نعم، لقد شوه شمشوم فردة الحذاء حقاً، أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي. حذائي؟ استخدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن. أمين؟ من فهد إلى الإطفائي سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد. حددت موقع الحافلة، إنها عند المعبر. يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق. المكان موحل جدا هناك. شكرا يا فهد، نحن في طريقنا. آمل أن يكون الجميع في الحافلة، يمكن للمرء أن يضيع بسهولة. نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار، فكيف في الليل؟ أسمع صوتا، مروحية فهد. هنا، أنا هنا، أرجوك. لا يعلم بأنني تهت. محسن، هل تحاول إخافتي؟ وصل سامي. تستطيع العودة إلى البيت. أنا جائع. هل الجميع بخير؟ سامي، الآن فقط أشعر بالإطمئنان. حسناً، سوف نعيدكم إلى الطريق.
أين تامر؟ يطلب المساعدة. يا لشجاعته، ترك الحافلة. سأقوم بالاتصال به. لا توجد تغطية، قد يكون في أي مكان. أيمن، اربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد. حاضر سامي. فهد، أنا سامي. السيد تامر في مكان ما، سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده. لا تقلق سامي، أحتاج إلى شخص آخر معي. لا تقلق، اعتمد علي. حسناً سامي، جاهزون. للأسف ليس لدينا سائق. لدي كلب، كلب كبير أترى. ماذا؟ شواء تامر أشعل نارا في شجرة في الغابة. حريق في منطقة التنزه، أرجو أن تكونوا جميعا قد انتبهتم لدرسي هذا الصباح. حسنا يا أيمن، يبدو أنك ستأكل السجق في وقت أبكر مما ظننت. آمل أن يكون قد تبقى منه شيء. سنحتاج إلى خرطومين لإطفاء هذا الحريق. حسنا سامي. والآن يا أيمن، افتح الماء. سامي انظر، هناك واحدة من قوارير الغاز قد تنفجر في أي لحظة. أحسنت لأنك رأيتها. هيا أبقى الجميع بعيدا بينما نسيطر على الحريق يا أيمن. حاضر سامي، هيا تراجعوا جميعا من هنا. أماني، استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكفيها باردة بينما أطفئ ما تبقى من الحريق. لا تقلق سامي، استمري. انتهيت، انطفأ الحريق. هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفائي سامي؟ آسف يا محسن، فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً. علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي. سأخذ ما تبقى من القريدس. لكني أشعر بالجوع الشديد، حتى أنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس. ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة، وربما تقلل من كمية الفحم تلك. أنت محق يا سامي. إنها غلطتي أيضاً يا تامر، فقد كنت أتباهى قليلاً. الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس. مهلاً، برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما. حسناً سامي، لا عليك دلي، سأحرص على أن تكوني بأمان. ابتعدي. أمسكت بك. أحسنت أيمن. يوجد رسالة. يا للهول، فارس ومحسن عالقان في أعلى شجرة. سنجعل فهد ينزلك بسرعة يا أيمن. أماني، تولي إدارة قسم الإطفاء، أود أن أعيد طائرة فارس إليه شخصياً. لا أستطيع التمسك أكثر من هذا. يجب أن تفعل ذلك. أوه، انظر. رائع. تمسك يا محسن. هل سننقذهما كما أنقذنا دولي سامي؟ ليس هذه المرة يا أيمن، يجب أن ننقذ محسن بسرعة ثم فارس. أنت أحضر الترامبولين وأنا سأحضر السلم. لم
المشكلة سامي؟ بسرعة لا أستطيع التمسك مدة أطول من هذا. أفلت الغصن يا محسن، سنمسك بك. رائع، هذا ممتع. ابقى هادئا يا فارس، سأنزلك بأقصى سرعة. شكرا سامي. أعتقد أن هذه لك، صحيح؟ نعم. بما أنك استخدمتها بشكل جيد هذه المرة فلن أقول شيئا بشأنها. شكرا لك يا رئيس قسم الإطفاء. شجاعة منك أن تجعلها تطير حتى مدينة الأحلام، رغم أنك تعلم أن هذا قد يوقعك في المشاكل. وكنت طيارا بارعا، تكاد تكون ببراعتي عندما أخفت رئيس قسم الإطفاء سليم. كان علي أن أعلم. كنت أعلم فارس كيف يجعلها تطير فقط. لا، غير صحيح. حسنا، بقي أمر واحد، أعطني جهاز التحكم عن بعد. شكرا يا محسن، سيصادر طائرتي بسببك، أرأيت؟ لا يا فارس، حان الوقت لأريكما كيف تجعلان هذه الطائرة تطير حقا وبسرعة. نعم، بدأت أتذكر الطريقة. هيا طيري طيري يا طائرتي طيري. الماء يبدو هادئا، ولكن من السهل الانجراف عميقا في البحر إن لم نكن حذرين. سأتصل بالإطفائي سامي. أحسنت يا مشمش. وداعا يا شطيرتي. فارس ومحسن تائهاني في البحر. بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر. يبدو أنه عمل المروحيات. من المستحسن أن يخرج فهد في مروحيته حالا يا سيدي. دع الأمر لي سامي. يمكنك القدوم يا مشمش. لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن. وقراري أن نجدف نحو الشاطئ. لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ، ربما أبحرنا بعيدا عن اليابسة. آمل أن يكونا بخير. إن كانا في البحر سيجدهما سامي. ليس لدينا طعام ولا ماء. ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاء اهدأ يا محسن، لابد أنهم يبحثون عنا. لكن المحيط مكان كبير جدا، وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة. هنا. أخبار رائعة سامي، لقد رأيتهما، لا أعرف كيف وصلا إلى هنا. سننضم إليك قريبا، شكرا يا فهد، انتهى. أنا آسف يا سامي. نمنا في القارب. هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن! النجدة! الصوت قادم من هناك! ستجد الكثير في متجر صغير! ستجد الكثير في متجر صغير! ستجد الكثير في متجر صغير! محسن! هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعتما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً! حسناً!
إن لم تضيعا. محسن غانم، كنت تغش، كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير ليلى. في متجر الصغير ستجد غبية. الشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتح يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كلهم بأنفعهم متقاربون جداً. سينتهي السباق بالتعادل. فألان لا 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 أصدق. سامي وليلى آلة سباق السخان الثلاث. يلا الروعة، لقد نجحا. يلا هو من سباق جميل. أحسنتما أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سامي. أهلا، اركبي يا فاتن. هي أها رائع. كنت محقا يا محسن. قلت لي انتهت المشاكل أخيرا، سأعود إلى العمل. نعم، وحان الوقت لأقوم بأعمال البسيطة. النجدة، لقد علقت. محسن. شخص آخر في ورطة. النجدة، أمي، لا أستطيع تحريك قدمي أبداً. عجباً، ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف، يحتاج إلى دقائق ليجف. لا تقلق يا محسن، سوف أخرجك. محسن، غانم، متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي. لا أطلب إلا السكينة والهدوء. هذا صوت إنذار حريق، وذاك دخان ناجم عن حريق. متجري، سأتصل بفرقة الإطفاء. توقفي ليلى، يجب ألا تدخلي مبنى يحترق أبدا. سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك. هذا سيستغرق وقتا، سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة. سامي. مرحبا أيها الإطفائي سامي. كنت فقط آسف يا فارس، حالة طارئة، سأعيد هناك. أنا لا أفهم، ظننت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم. هذه ليست طريقة لائقة يمضي بها رجل الإطفاء عطلته. لا وقت للشرح يا سيدي، هناك حريق في متجر ليلى. حريق؟ وأخيرا بدأ العمل. أهلاً، لم يقرع الجرس. سأجرب ركوب لوح التزلج. حمداً لله أنك عدت سامي. مذهل، انظروا إلى كل ذلك الدخان. رائحة العطر كرائحة المروج. أيمن، اقطع الكهرباء عن المتجر. حسناً سامي. من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق. مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا. محسن، غانم، إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي. بسرعة، يركض الجميل. سميحة، أطلب المساعدة. سأتصل بالإطفائي سامي. ها
صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي. أجب يا سامي، هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي. هذا ليس تدريبا. لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي. من الجيد أننا تدربنا على هذا، صحيح؟ نعم، لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سامي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسن غانم عليه. أرأيت ماذا فعلت؟ يا للعجب، ما هذا؟ أيمن جهز خراطيم الماء. أماني أبعد الجميع. حسناً سامي. ليتراجع الجميع لطفاً، فقد يكون الصاروخ خطراً. هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم، كانت مجرد حادثة. حسناً، لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك. هل هو مصنوع من مواد خطرة؟ لا أذكر أبداً، لم أنجز إلا ما كتب هنا، وأضفت المزيد من كل شيء. أمتأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط، الكثير منها. إنه مجرد صاروخ بسيط، كل ما في الأمر أنه كبير. أعتقد أن كل شيء سيكون بخير. أنا آسف، ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائع كصاروخ فتحي. فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها، ليس شيئا تتعلمه في يوم واحد. أعرف يا سامي، وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضا. ليس تماما، عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف. أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي، وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام. العفو. لذا كل ما تبقى لي لأقوله 5 4 3 2 1. شكرا لكم، أمضيت وقتا في التخطيط له ويشرفني القول. أبي ثومة الأسميدة. لا تقاطعيني فاتن، يشرفني القول إن كل عمل الجاد هو. أبي انظر إنها تحترق. أنا لا أصدق هذا. اتصلوا بالإطفائي سامي. الأسمدة تحترق في منزل فتحي. أحد إلا أنا وأنت، الآخران ذهبا إلى عرض الورود. نحن ذاهبان إلى هناك أيضا. تراجعوا جميعا، اتركوا الأمر للمحترفين. سامي وأماني في طريقهما إلينا. إنهما قادمان. لكما يا سامي وأماني، لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة. لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائما حتى تبرد. فتحي؟ نعم صحيح، فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع. كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف. لكن كيف بدأ الحريق وحده؟ عندما أخرج فتحي الكوسة خلف فجوة. الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً، وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق. أعتذر من الجميع، أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً، والآن أفسدت كل شيء. لا أبي، لم تفعل. ابنتي. لا. محسن وفاتن لم يبقيا هنا. لكننا سنبقى.
لن أتقدم خطوة. حسناً، لنرتاح هنا قليلاً. ظننت أنكم متقدمون علينا. وكذلك نحن، لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعتما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً. حسناً، إن لم تضيعا محسن غانم، كنت تغش، كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جرياً. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير، ستجد الكثير ليلة. في متجر الصغير ستجد غبية. غشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتحي، يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كل مخطئاً فهم متقاربون جداً، سينتهي السباق بالتعادل. ما الآن؟ لا 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 أصدق، سامي وليلى آلة سباق الصقل الثلاث. يا للروعة، لقد نجحا، يا له من سباق جميل. أحسنتما، أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سيدي. مرحبا يا فهد. ظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً، أعني حريقاً كبيراً جداً. حسناً، هكذا؟ هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا، حريق، هيا أخرجوا. هذه هي. ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزلق على العمود إذا شئت. فكرة ممتازة ورائعة. حان الوقت يا فاتن. فهد، أطلق الحبل الآن. شكرا يا فهد. أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير، وقد أصبح في مكانه الصحيح. إلى اللقاء وشكرا. لا مشكلة يا فاتن.
حسناً يا فاتن، لنعد إلى منزلي لنرى من اصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية، وكأننا لا نعرف سلفاً. ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن. وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي، عدي إلى منزلك. لا لا، لقد علقت النجدة. هيا اسحباني، ساعداني، هيا بسرعة. المشكلة في أذني، إنهما أكبر من أذني. أوه هذا سخيف، نحتاج إلى المساعدة. كان يوما سيئا من الصبح حتى الغروب. قطعت المشط، فقدت القط، ثم أصبت بالكسور. ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قضبان السياج. سامي وأماني لم يعودا، وأنا الوحيد هنا، لا أستطيع فعل شيء. أو ربما أستطيع، هناك شخص في ورطة، يجب أن أفعل شيئا. أيمن! مستعد لأداء الواجب، أنا مستعد وقوي. لا مشكلة، سأخرجكما. تامر أحضر لي جهاز الخلع، إنه في مؤخرة السيارة. على الفور. النساء والأطفال أولاً. ولدي الحبيب، أنت بأمان. أريد منك الآن أن تحررني من أمي. أحسنت أيمن، ولكن لنبقي الأمر سرا بيننا من فضلك. حاضر يا رئيس قسم الإطفاء. هل كل شيء بخير؟ نعم، كل شيء بخير، والفضل لأيمن. إنه بطل يا سامي، يا له من رجل إطفاء. الإطفائي أيمن دائما مستعد وقوي يا سامي، حتى بساق مكسورة. محسن غانم علق في البئر. حسنا، هناك صبي في البئر المجاور لطريق الوادي. بسرعة يا سامي، ربما ينقصه الطعام. لن نستخدم السلم للنزول إلى البئر، لا يزال في أعلى برج التدريب، وإحضاره سيستغرق وقتا. إذن عليك الانزلاق لأسفل البئر يا سامي. حظا طيبا. خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك. شكرا يا أمي. نكاد نصل يا أماني. إنه سامي، لقد جاء. أخرج يا سامي، قل إنك ستفعل. بالطبع سأفعل يا ليلى. حسنا يا أماني، أربط الحبل إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن. حسنا يا محسن، اهدأ، سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك. حسناً يا سامي. كن حذراً سامي. أوه أليس شجاعاً؟ لقد أوقعت كل نقودي. لا تبالي بذلك يا محسن. محسن، ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي، لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة تزلج. سمعت أن البئر مليئة بالنقود، ففكرت في استخدامها لشراء واحد. أوه، أنت عديم الصبر يا محسن غانم. أعلم، آسف. كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة تزلجي، ولهذا اشتريت لك هذا.
شكرا يا تامر. ولكن محسن، هناك شرط واحد، اللعب ممنوع وخصوصا التزلج داخل متجر أمك. لن أفعل، أعدك. يمكنك فعل ذلك يا أيمن، هيا تشجع. أنا أتعلق وأنفر إلى الأرض، سأهبط بالطول وبالعرض. أخيراً أحسنت صنعاً يا أيمن. بقي شخص واحد عليه الانزلاق. كلب ينزلق؟ هذا لا يصدق. ليس شمشوم وإنما أنت. أنا؟ أفي الأعلى؟ لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري. حادث في البحر؟ إنه أوه شادي. إنها عائلة شادي ثانية، لقد جنحوا في قارب شادي. انطلقي بسرعة أماني، هيا. لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل. سأذهب بدلاً عنها سيدي. متأسف أيمن، أماني هي الخبيرة هنا. هيا خذي السيارة واذهبي. اسمع، سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت. حسناً. إنه يوم حافل جداً. لا جدوى يا شمشوم، لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر. هيا أماني، هيا يمكنك فعل هذا. هيا أماني. لا جدوى، أنا أعرض الجميع للخطر. أنا آسفة يا سيدي، لا أقوى على تنفيذ عملية الإنقاذ. يجب أن ترسل سامي. حسناً أماني، ابقي مكانك، المساعدة قادمة. أيمن، أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء، سأجعل سامي يقابله هناك. سأفعل سيدي. سامي. أجل سيدي. أنت سريع. أنا مستعد لأداء الواجب، ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة. ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيت؟ لا، أظن أني مصابة بالحمى. لنخرجك من هنا. حسناً أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل. النجدة! النجدة! ليساعدني أحد! كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر. هيا يا فاتن، افعليها. لا، لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة. ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن، بل لأنني لا أريد، يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة. النجدة! اسمع، هناك من يصرخ. النجدة! لقد علق! السد قادم من الجر، هيا بنا. النجدة! النجدة! إنها أماني! حمدا لله أنكما هنا، لقد علق. على أحدنا أن يطلب المساعدة. انتظري لحظة، ماذا تحملين بيدك؟ عصا استغاثة. ماذا؟ يجب ألا تلعبي بها. لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفائي سامي. أحسنت، ولكني بحاجة إليها الآن. فاتن، أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسناً. رمية رائعة يا فاتن. واو! عجباً، ما هذا؟ أين ذهبت العصا؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف. سأتصل بالإطفائي سامي. هم.
استغاثة انطلق من الجرف. رافعت دور استغاثة يا سامي، لابد أن أحد ما في ورطة، سيقابلك فهد هناك بالمروحية. مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضا؟ أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذي على الفور. يبدو أن القفل تعطل. أماني محقة، لا أستطيع تحريكه أيضا، لكني سأستخدم الفأس. لا 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 لا, لا, لا تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولا. هيا تحركوا بسرعة. إن كنت متأكدا يا سيدي فهيا إذا لنذهب. قم موفقا. آمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي. لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير. اتبعاني. حسن، إنه في الداخل صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش، لأنني سأحطم الباب بفأسي. فهمت يا سامي، اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافا. يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المضخة أولا. كل شيء في وقته، أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش. فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي. أمسك ذراعي يا فتحي. أحسنت سامي. مشمش أنت بأمان، بقيت هادئا تماما وفعلت كل شيء على حدة. ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورطت في هذه الفوضى. لا تقلق، على الأقل أنت بأمان. نعم، شكرا جزيلا لك يا سامي. هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا. مهلا يا أيمن، كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم، كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي. أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج، وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة، وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي. رائع يا فتحي، رائع. نحن نتراشق بال مذهل. رائع للتزحلق. أرأيتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً، سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم. سأكون الأولى، أريد أن أكون الأول. رجاءً اسمح لي. أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا. حقاً؟ بالتأكيد، قائد الرواد الجيد ينطلق أولاً دائماً. أنت لست خائفاً أليس كذلك؟ إن كنت خائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد. لا محسن، سأفعل ذلك. اهدأ يا تامر، أنت لا تخاف المرتفعات، يمكنك فعل هذا يا فتى. يجب أن لا أخذل الأطفال، فقط صل سلك الأمان. حسناً، ها أنا ذا. 1 2 3. سأهرع إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد، وهو سيتصل بالإطفائي سامي. تمسك يا تامر، سأحضر لك المساعدة. فهد لا، من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة. مرحبا الإطفائي سامي،
الإطفائي سامي. من هذا؟ أنا محسن غانم. محسن غانم، ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا. ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسناً، نحن قادمون. لا أستطيع التمسك أكثر. لقد اتصلت بالإطفائي سامي وهو قادم. حسناً يا تامر، أفلت يديك وسيكون هبوطك آمناً. كان ذلك مدهشاً جداً. هل أنت بخير يا تامر؟ أظن ذلك. شقلبة ثلاثية رائعة، ما أروع فعل ذلك. ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر، أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة.